السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس محمد عبد السلام. إن شاء الله بإذن الله في الفيديو ده هنتكلم على يعني زي بيزكس في الكيميكال انجينيرينج ثيرمودينامكس. هنتكلم إن شاء الله على تعريف إيه هي الانترنال انرجي، هنتكلم على الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس، وهنتكلم على الفكرة بتاعت الستيت فانكشنز في الثيرمودينامك أو الثيرمودينامك إيكوليبريم، وبعدين هنتكلم على الانثالبي والهيت كاباسيتي، وفي الاخر هنعمل الانرجي بالانس بالنسبه للاوبن سيستم. اول حاجه تعريف الانترنال انرجي. الانترنال انرجي هي انرجي خاصه بالمايكروسكوبيك ليفل اوف ذا سيستم. انا عندي الانرجي لو هي ادد تو ذا فلويد از ا ورك او هيت، نتيجه لان الانرجي انضافت للفلويد از ا ورك اور هيت، نتيجه لكده الحراره هتزيد بتاع السيستم. طب الحراره هتزيد بتاع السيستم بيزد على ايه؟ بيزد على ان انا في مولكولار فايبريشن او الانتراكشن بتوين المولكيولز، نتيجه ان في هيت دخلت السيستم فادى لان حرارته زادت. انا هنا بافتراض ان انا مفيش عندي بوتنشال انرجي اتغيرت او كاينتيك انرجي اتغيرت، فنيجي نقرا ان عندنا الانترنال انرجي اوف ا سبستنس doesn't include energy that it may possess as a result of the cross position of movement، اللي احنا قلنا عليها البوتنشال انرجي والكاينتيك انرجي. الاديشن اوف الهيت تو ا سبستنس increase molecular motion، وده بيؤدي الى ان انا الانترنال انرجي بتاع السيستم ده يزيد. نفس القصه لو انا عملت ورك على السيستم ده ممكن يؤدي الى ان انا في molecular interaction، كان انا زودت الضغط بتاع السيستم عندي فبالتالي حصل مولكولار انتراكشن فبالتالي التمبريتشر زادت، ده ادى الى ان الانترنال انرجي زادت. الانترنال انرجي باختصار هي اسوشيتد وذ الالكترونز اند النيوكليس اوف الاتومز، وبرده بتشمل وبتشمل الكيميكال بوتنشال بتاع الكيميكال اكشن، نتيجه الانرجي اللي رابطه المولكيولز ببعضها والاتومز ببعضها. الانترنال انرجي ما اقدرش اقيسها دايركتلي، لكن الترم بتاع الانترنال انرجي فورميليتد في الثيرموداينامكس لانه عشان يوصف لك ايه؟ يوصف لك الانترنال انرجي الخاصه بالماتيريال. انترنال ريليتد للسب مولكيولر ليفل، خاصه بالاتومز، خاصه بالمولكيولز. ده بيشمل ده المقصود بالانترنال انرجي. يبقى وانا اطلقنا عليها الانترنال انرجي ليه؟ عشان افرقها عن البوتنشال انرجي وافرقها عن الكاينتيك انرجي. ده بالنسبه للبوتنشال انرجي. هنيجي بالنسبه بقى للفيرست لو اوف ثيرمودينامكس. الفيرست لو اوف ثيرمودينامك هو ببساطه هو ان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم، او بسميه الكونسرفيشن اوف انرجي. ده معناه ايه الكونسرفيشن اوف انرجي؟ معناه ان التوتال كوانتيتي اوف انرجي از كونستنت، ان الكميه الاجماليه بتاع الانرجي ثابته، لكن انها اذا اختفت ان وان فورم هتظهر ايه؟ في شكل اخر. ان الطاقه اذا اختفت في شكل هتظهر في شكل اخر. طب احنا عايزين نفورميليت اللو الفيرست لو اوف ثيرموديناميك ان ماثيماتيكال اكسبريشن، فهنيجي ان انا اقول لك ان الدلتا انرجي اوف ذا سيستم المجمل او محصله التغير في الانرجي في خلال السيستم زائد محصله التغير في الانرجي في السراوندنج بيساوي زيرو. ليه؟ لان انا الطاقه لا تفنى ولا تستحدث. يعني مثلا لو انا عندي ادي السيستم وادي الوسط اللي حواليه، فنفترض ان السيستم ده فقد 20 جول، فمعناه ان السراوندنج اكتسب 20 جول. فلو قلت ان الانرجي اوف ذا سيستم فقد 20 جول، فبالتالي السراوندنج اكتسب 20 جول، فالمحصله هتبقى بزيرو. حلو الكلام. الثيرموديناميك ايكويشنز عموما انا بكتبها بيزد على ويل ديفايند سيستم، يعني انا بعرف ان ده السيستم بتاعي، الباوندرز بتاع السيستم كذا، والسراوندنج وده السيرفيس او الباوندري سيرفيس اللي بتفصل السيستم عن السراوندنج، وبناء عليه ببدا افورميليت الماثيماتيكال مودلز بيزد على الباوندري سيستم اللي احنا قلناه. يبقى احنا كده بالنسبه للفيرست لو اوف ثيرموديناميك ده بيريليت او بيفورميليت الثيرمودينامكس فين؟ اللي هو وذين السيستم. فمحصله الانرجي اللي موجوده في السيستم زائد محصلة الانرجي اللي موجودة في السراوندنج بيساوي زيرو. الانرجي اللي موجودة في السيستم او الانرجي اللي موجودة في السراوندنج ده انا هقدر افورميليتها، اعمل فورميليشن ليها ماثيماتيكال ازاي؟ ان انا عندي الدلتا يو بلس الدلتا بوتنشال انرجي بلس الدلتا كاينتيك انرجي. يبقى دي الانرجي ليه؟ اللي موجودة في السيستم عندي، اذا كانت انترنال انرجي او اذا كانت بوتنشال انرجي او اذا كانت كاينتيك انرجي. طب انا الطاقه الانرجي هتنتقل من والى السيستم ازاي؟ عن طريق الايه؟ الهيت او الورك. الهيت او الورك ده هو انرجي ان ترانزيت،
energy in transit. يبقى دي بتنتقل عن طريق الباوندريز ما بين السيستم والباوندري. يبقى انا لما احنا فرضنا المثال ان انا السيستم فقد كيو، فقد كيو بكام؟ بماينس 20 جول، وراحت للسيستم ايه؟ 20 جول. يبقى انا يبقى هي انتقل ازاي؟ الحراره الانرجي بتاع السيستم قلت بمقدار 20 ازاي؟ نتيجه ان في هيت انتقلت منها، اللي هو الهيت او الايه او الورك. يبقى احنا رمزنا او احنا اطلقنا على الهيت والورك ده انرجي ان ترانزيت، وان هو ان الانرجي عباره عن انرجي ان ترانزيت اكروس ذا باوندري اند نيفر بي ستورد اور كونتيند ان ذا سيستم. ان انا الهيت او الورك نيفر بي ستورد اور كونتيند ان ذا سيستم، مستحيل يتخزنوا في السيستم عندك. اللي بيتخزن في السيستم عندك هو الانترنال انرجي والبوتنشال انرجي والكينيتيك انرجي. انا عندي ادي الانترنال انرجي وادي البوتنشال انرجي والكينيتيك انرجي، ده اللي بيشمل لك اللي هو الايه الكوانتيتيز اوف انرجي اسوسييتد وذ ا سيستم، اسوسييتد وذ ا سيستم. يبقى دول الانرجي عندي اللي موجوده في خلال الايه السيستم. ممكن السيستم عندي بينتقل عن طريق الهيت، ممكن ما يبقاش فيه لا هيت ولا ورك، لكن بينتقل نتيجه ان في ماس داخله وفي ماس خارجه، فالماس اللي داخله دي داخله بانرجي وخرجت بانرجي، فبالتالي بيحصل عندي disturbance او بيحصل عندي deviation في الانرجي ليفلز بتاع السيستم بيزد على الايه؟ على الانرجي اللي داخله والانرجي اللي خارجه. هنيجي بقى بالنسبه لو عايز اعمل انرجي بالانس للكلوزد سيستم. انا عندي الكلوزد سيستم ده بوصفه للسيستمز اللي مفيش ماس داخله ولا خارجه منه. يعني انا عندي هنا الماس انبوت بتساوي زيرو والماوس او والماس اوت بتساوي زيرو. السيستم ده بسميه كلوزد سيستم. يبقى انا عندي if the boundary of the system doesn't permit the transfer of the matter سواء كانت between the system and the surrounding، السيستم ده بقول عليه كلوزد ان هو ماس، وبالتالي الماس within the system is constant. يبقى الاكيوميليشن بتاع الماس within the system هتبقى بايه؟ هتبقى بزيرو. برضه من ضمن المميزات بتاع الكلوز سيستم ده احنا قلنا ان انا ممكن الانرجي تنتقل منه الى السيستم عن طريق الماتيريال اللي داخله وخارجه منه، لكن انا عندي طالما ما فيش ماس ام ولا ماس اوت يبقى نو انرجي اسوسييتد وذ ذا ماس فلو از ترانسبورتد اكروس ذا باوندري. اول انرجي اكسشينج بتوين ذا سيستم اند ذا سراوندنج بيبقى في صوره ايه؟ في صوره يا اما ورك يا اما هيت. وبالتالي بقى لما اجي افورميليت القانون او الماثيماتيكال فورمولا او الماثيماتيكال ايكويشنز بتاع الفري فلو بالنسبه او الانرجي بالانس بالنسبه للكلوز سيستم، هقول لك يبقى ليه؟ هيبقى ده اللي هو الكينيتيك اللي عندك التشينج في الانرجي ليفلز بتاع السيستم هيساوي ليه؟ الكيو بلس الدبليو. والبلس والماينس ده على حسب هي ادد تو ذا سيستم ولا فروم ذا سيستم. يعني لو هي تو ذا سيستم، تو السيستم، يبقى هيبقى بوزيتيف سواء كان كيو او سواء كان ورك. ولو from system هيبقى ايه؟ هيبقى negative سواء كان Q او اللي او الورك. يعني انا عندي لو ال Q خارجة من السيستم فبالتالي هتبقى بليه؟ بالنيجاتيف. طب لو الورك خارج من السيستم، السيستم اللي بي apply work، يبقى بالتالي هيبقى بليه؟ هيبقى بالنيجاتيف. يبقى انا عندي formulate energy balance للclosed system based على conservation law of energy. انا بformulate ده based على ليه؟ انا قلت لك لو عندي الدلتا energy في surrounding ده بلس الدلتا انرجي اوف الـ اوف الـ اوف السيستم هيساوي زيرو. طب يبقى انا اقدر افورميليت ده ان انا اقول لك والله ان التشينج او الترانزيت في السراوندنج هيساوي الكام؟ الكيو بلس الماينس بلس كيو بلس الدبليو. لما احنا افترضنا ان انا عندي ادي السيستم وقلت ان الكيو اللي خرجت من السيستم بمقدار 20 جول، ففي الحاله دي التشينج بتاع السيستم الانرجي بتاع السيستم هتبقى ايه؟ هتبقى اتغيرت بمقدار كام؟ الدلتا بتاعته اتغيرت بمقدار كام؟ بمقدار 20 جول، وعشان دي خرجت هتبقى ماينس 20 جول. حلو، هي نفس القصه. يبقى انا اقدر اقول لك ان انا الانرجي بتاع السراوندنج هيساوي كام؟ هيساوي الكيو بلس الدبليو. كذلك الانرجي بتاع السيستم هيساوي كام؟ الكيو بلس الدبليو. وكده يبقى احنا كده عملنا فورميوليشن للانرجي بالانس بتاع الكلوز سيستم. ان انا عندي يبقى التشينج في الانترنال انرجي بلس التشينج في البوتنشال انرجي بلس التشينج في الكينيتيك انرجي ده بيساوي كام؟ بيساوي الكيو بلس الدبليو. في بعض الاحيان ممكن اعمل assumptions ان انا عندي ان البوتنشال انرجي بزيرو والكينيتيك انرجي بزيرو، فبالتالي اقدر افورميليت ان السيستم عندك هيبقى ازاي؟ هيبقى ان الدي يو بتساوي الكيو بلس الدبليو. ده في حاله لو انا ازيوم ان انا ايه assumption ان البوتنشال انرجي بزيرو والكينيتيك انرجي بزيرو. خلينا نشوف نكمل بقيه الانرجي بالانس بالنسبه للكلوز سيستم. احنا قلنا ان انا التشينج في الانرجي ليفل اوف السراوندنج هيساوي كام؟ الكيو بلس الدبليو. السراوندنج اللي هي بتساوي ماينس الكيو ماينس الدبليو. طب يبقى كده ممكن افورميليت الكلام ده بيزد على السيستم برضو انه ايه؟ انه هيبقى بيساوي كام؟ انه هيبقى الدلتا انرجي اوف ليفل اوف السيستم هيساوي كام؟ الكيو بلس الدبليو.
The total energy change at a closed system is equal to the net energy transferred into as a heat or work. وبالتالي لما اجي اعمل assumptions ان مفيش potential او kinetic energy change يبقى اقدر افورميليت اقول لك ان ده ليه ده الانرجي بالانس بالنسبه للكلوزد سيستم يبقى ده اللي وده بالنسبه للديفرنشال فورم بتاعته. يبقى كده كاختصار ان انا عندي الدلتا يو والدلتا يو تي دي هنعرفها دلوقتي بالكيو بلس الدبليو او بالديفرنشيشن فورم الدي يو بتساوي كام الدي كيو بلس الايه الدي دبليو. انا عندي هنا الديفرنشيشن بتاع الدي يو ده بيديك ايه بيديلك ديفرنشيشن بيديلك تشينج او ديفرنس. يعني انا عندي بيكون ده من يو واحد ليو اتنين فبالتالي الديفرنس بيطلع لك دي يو بتساوي كام الدي كيو دي بتبقى من زيرو لكيو فبيطلع لك فاليو واحده كيو بلس ال دبليو نفس الكلام. فده اللي تشينج ايه ده بالنسبه لي الانرجي بالانس في الكلوز سيستم. طب ايه اليو تي دي؟ اليو تي دي انا عندي هنعرفها هنا ان عندي في نوعين من البروبرتيز الثيرموداينامك بروبرتيز في الاكستنسيف بروبرتيز وفي الانتنسيف بروبرتيز. الاكستنسيف بروبرتيز دي اللي بتعتمد على الكوانتيتي اوف ذا ماتيريال زي الفوليوم زي الانترنال انرجي. الانتنسيف بروبرتيز اللي لا تعتمد على الكوانتيتي اوف ذا ماتيريال زي التمبريتشر وزي البريشر وزي السبيسيفيك فوليوم وزي المولر انترنال انرجي. طب انا اليو تي دي بتساوي ايه؟ بتساوي الان في اليو يبقى اليو ده اللي هو الايه اللي هو المولر انترنال انرجي. يبقى انا الاسهل لي ان انا ادرايف الماثيماتيكال فورمولا بتاع الانرجي بالانس بيزد عليه بيزد على المولر انترنال انرجي. فبالتالي انا لما اجي اعوض هنا هقول لك يبقى انا عندي ليه يبقى انا عندي الدلتا يو بتساوي ايه بتساوي الكيو بلس الدبليو. نلاحظ ان الـ ان اليونتس بتاع الكيو هنا هتبقى الجول بير مول في حين ان اليونتس بتاع الكيو هنا هتبقى ليه هتبقى الجول. جميل. يبقى احنا كده عملنا ديريفيشن للايكويشن بتاع الانرجي بالانس بالنسبه للكلوز سيستم. ولازم نفتكر ان القانون ده هنحتاجه ان الدلتا يو بتساوي كام بتساوي الكيو بلس الدبليو ولو في الديفرنشيشن فورم هيبقى الدي يو بتساوي الدي كيو بلس الدي دبليو. انا عندي احنا قلنا ان السبيسيفيك اور مولر بروبرتيز انتنسيف بروبرتيز. يبقى انا الافضل ان انا الماثيماتيكال فورمولا بتاع الانرجي بالانس يكون فين؟ يكون في الانتنسيف بروبرتيز. يبقى بالتالي اصيغه احسن في السبيسيفيك اور مولر اي بروبرتيز. فنفس القانون هنا ان انا قلت لك ان الايه ان الدي ان في اليو بيساوي الكيو بلس الدبليو يبقى الدي ان يو بتساوي الدي يو ده ديفرنشيشن فورم. الثيرموداينامك ايكويشن ار اوفتن ريتن فور ا ريبريزنتيف يونت اماونت اوف ماتيريال اللي هو الايه اللي هو انا عندي مثلا تبقى الجول بير مول او الجول بير كيلوغرام. Both equations can supply the calculations. انا عندي بقى الايكويشنز دول او خلينا احنا بنتكلم على الايكويشنز دي دلوقتي الاثنين الايكويشنز دول can supply the calculations for changes in internal energy from experimental measurements و can enable us to derive further property relations that supply connections to the readily measurable characteristics. يعني ايه الكلام ده؟ اول حاجه انا ممكن اجيب لك الكالكوليشن في التشينج في الانترنال انرجي فروم اكسبيرمنتال ميجرمنتس. يعني انا دلوقتي انا في ابريتس في جهاز انا اقدر اقيس بيه الانثالبي بتاع السيستم عندي. فانا بيزد على جيفن يو هنا انا عارف ان اليو واحد بتساوي كام وبيزد على الكيو انا اديت للسيستم كيو معينه فقدرت اجيب لك الانترنال انرجي الناحيه دي. طبعا هي ما بتقاس الانترنال انرجي زي ما قلنا قبل كده ما لا تقاس لكن احنا بنقيسها بيزد على الايه بيزد على الانثالبي وبعد كده اقيس من الانثالبي اقيس الايه اقيس الانترنال انرجي. لكن انا بشبه لك هنا ان انا بقى عندي مولر بروبرتيز سبيسيفيك اور مولر بروبرتيز هنا وبابلاي كيو معينه وبالتالي اقدر احسب الايه المولر بروبرتيز الثانيه بيزد على ايه بيزد على القانون ده وقانون مشابه له. بحسب الانثالبي قانون مشابه زي ده وبعد كده احسب اليو من القانون ده. انا اندرايف الفورمولز في الاخر. تاني حاجه ممكن اقدر احسب البروبابيلتي ريليشن شيب ذا سبلاي كونكت ميزربل كاركترستيك. يعني انا لو معايا الفاليوز بتاع اليو واحد ومعايا الفاليوز بتاع اليو اتنين اقدر اقول لك ان السيستم ده الهيت ترانسفير تو ذا سيستم اور فروم ذا سيستم هتبقى كام. جميل. فبالتالي الكورليشنز دي مهمه جدا كثيرموداينامكس عندي. يبقى برضو تاني هكتبه هنا تاني اهو ان الدي يو بتساوي الكيو بلس الدبليو او بالانتجريشن فورم هتبقى الدي يو بتساوي كام الدي كيو بلس الدي دبليو. هناخد اكزامبل. انا عندي تيبيكال اندستريال سكيل 1 تربين هاز ا بيك افشنسي اوف 0.044 فور ويند سبيد 9 متر بير سكند. هنا بيتكلم على كينيتيك انرجي بتحول لك 44% منها لكينيتيك من الكينيتيك انرجي دي الايه للالكتريكال انرجي
وتوتال اير فلو 15 كذا، هو عايز يعرف لك هاو ماتش الكتريكال انرجي از برديوسد لو 1 كيلوجرام، يبقى كده عملها لك بير ايه بير كيلوجرام اوف تربين. اول حاجه انا عايز اجيب لك الكينيتيك انرجي ليفل بتاع السيستم. انا قلت لك ان عندي ان التشينج بتاع اليو بلس البوتنشال انرجي بلس الكينيتيك انرجي ده بيساوي كام؟ بيساوي الكيو بلس الدبليو. طب انا عندي ما فيش هنا بوتنشال انرجي، ولا عندي جاب سيره في المساله ان في اي انتقال او تغير في الحراره في الانترنال انرجي بتاع السيستم، يبقى الدلتا كينيتيك انرجي ايه؟ بيساوي الكيو بلس ايه؟ الدبليو. طب انا عندي الكينيتيك انرجي الاولانيه بتساوي كام؟ هتبقى بتساوي نص ام يو سكوير، معناها بتساوي نص في واحد في سرعه الفلويد الرياح اللي هي 9 سكوير، وهنطلع الناتج هنا. وبناء عليه انا عندي ادي الكينيتيك انرجي، في 44% من الكينيتيك انرجي ده بيتحول لورك، يبقى بالتالي الورك بيساوي كام؟ 44% من الايه؟ من الكينيتيك انرجي الاولانيه. الكيو بزيرو، خلاص يبقى انا كده جبت لك الايه؟ جبت لك الفاليو دي. يبقى لما اجي اقول لك انا عندي الكينيتيك انرجي 1 ماينس الكينيتيك انرجي 2 بتساوي كام؟ بتساوي الفاليو دي في الكينيتيك انرجي، او من هنا اجيب لك ان الكينيتيك انرجي 2 بتساوي كذا، ويبقى كده انا جبت لك سرعه الفلويد ايه؟ عند النقطه الثانيه. الباور اوتبوت اوف ذا تيرباين، انا عندي الادي الباور اللي انا طلعته، بس ده طلع جول ايه؟ جول بير كيلوجرام. طب وانا عندي التوتال فلوريت اللي خارج عندك، يبقى اقدر اطلعه بالايه؟ بالجول بير سكند، لان انت عارف ان الباور وحدتها الكيلو وات، ده معناه ان هو الكيلو جول بير سكند. فبالتالي عشان احولها انا اليونتس عندي اللي طلعت سبيسيفيك ايه؟ سبيسيفيك بروبرتيز، يعني عندي طلعت جول بير كيلوجرام، فبالتالي عشان اخليها انتنسيف بروبرتيز فانا عايز احولها بحسب الباور بضرب فين؟ في الماس فلوريد. وهنا بيفترض عليك عايزك ان سرعه الفلويد ايه؟ الثانيه. جميل جدا. ده بالنسبه للاكزامبل بتاع الكلوزد، يعتبر ده كلوز سيستم. هتقول لي ده مش كلوز سيستم، هو ده يعتبر كلوز سيستم. ليه؟ لان انا ما فيش اي انرجي مصاحبه لي، او ما فيش انثالبي مصاحبه لدخول الماتيريال وخروج الماتيريال. يعني انا عندي دي الرياح، الانرجي ليفل بتاع السيستم اتغير فين؟ في الكاينيتيك انرجي بتاع السيستم فقط بس. فبالتالي بقى ده عملت اسامبشن هنا ان ده السيستم عندي، هو ده ماشي السيستم ماشي بسرعه من هنا بكام وخرج بسرعه بكام، وبالتالي قدرت احسب الايه؟ الفيلوسيتي. طبعا الاسامبشنز ده ما هوش براكتيكال، لكن هو بيفيت للاكزامبل اللي عندنا. هنيجي بقى نتكلم على الايكوليبريم والثيرموديناميك ستيت. الايكوليبريم والثيرموديناميك ستيت، الايكوليبريم ده معناها ان انا مفيش اي تندنسي توورد تشينج اوف ا ماكروسكوبيك سكيل، يعني يبقى عندي ماتيريال هقول عليها او عندي سيستم هقول عليه ان السيستم ده في ايكوليبريم. ليه؟ لانه ظاهريا كماكروسكوبيك ان هو ايه؟ ان هو ستيدي، لكن اكشولي في الميكروسكوبيك لما زي ما في التفاعلات الكيميائيه بتلاقي ايه؟ بتلاقي هو دايناميك على الميكروسكوبيك، لكن انا يهمني اللي هو ايه؟ ان هو على الماكروسكوبيك هو ستيدي. طب ده هيفيدني في ايه؟ يفيدني ان انا دلوقتي هنفترض ان الماتيريال دي عماله بتنتقل من نقطه لنقطه، بس هما يعني كان واحد واقف في مكان وعمال يروح ويرجع يروح ويرجع في نفس المكان. هو ظاهريا من الجو هيبان ان هو واقف مكانه، لكن هو على الميكروسكوبك بيتحرك. طب هل ده هيأثر في الانرجي ليفل بتاع الماتيريال عندي؟ لا. يبقى انا يهمني اطلع من الموضوع الايكوليبريم ده ان انا في حاجه اسمها الستيت فانكشن او الثيرموديناميك ستيت فانكشنز. قال لك ان انا الفلويدز بقدر اجيب كورليشنز للبي في تي سيستم. بي في تي سيستم معناه ان في كورليشن ما بين البريشر والفوليوم والتمبريتشر. اقدر اطلع ماثيماتيكال فورمولا تقدر تجيب لي علاقات ما بين البريشر بتاع الفلويد والتمبريتشر والسبيسيفيك فوليوم بتاعه. فبيجيب لك ان البي في تي سيستم بيبقى يكون عندها انترنال ايكوليبريم وان ذير بروبرتيز ار يونيفورم ثرو اوت ذا سيستم. الميكروسكوبيك بروبرتيز اوف بي تي سيستم ات انترنال ايكوليبريم كان بي اكسبريس از ا فانكشن اف اوف تمبريتشر بريشر اند كومبوزيشن، لان ده انا قلت اطلقت على البي في تي سيستم وعندي ماثيماتيكال فورمولا بتكوريت البارامترز دي. انا هشيل من هنا، يعني انا في السيستم بتاع الانترنال الايكوليبريم انا هشيل من عندي تاثير بتاع المجال الكهربي والمجال المغناطيسي والمجال الجاذبيه. والاسامبشنز دي مقبوله ليه؟ لانها بتعتبر المجالات دي بتعتبر متعادله عليها. يعني انا لو عندي سيستم هنا اهو، السيستم ده بيأثر عليه مجال كهربي، فالمجال الكهربي من طبيعته ان هو بتلاقيه الالكتريكال فيلد غالبا بتلاقي كده، فبتلاقيه بيلاشي بعضه. فبالتالي الاسامبشنز ان انا اتلاشى الماجنتيك والماجنتيك فاليد. بالنسبه للجرافيتيشنال، الماس بتاعه الماتيريال بتاع السيستم عندك او المولكيولز صغيره جدا لدرجه ان الايه؟ ان الماس بتاع السيستم ياثر معاك. جميل. انا عندي الانترنال ايكوليبريم ده انا بربطه بحاجه اسمها الثيرموديناميك ستيت، لان انا الماتيريال اللي موجود او السيستم اللي موجود عند ايكوليبريم انترنال ايكوليبريم انا هطلق عليه انه موجود ايه؟
ان دي الثيرموديناميك ستيت بتاعته. طب انا هتفيدني في ايه الثيرموديناميك ستيت بتاع السيستم؟ على سبيل المثال انا عندي ادي الايكويشن دي، الدي يو بتساوي الكيو بلس الدبليو. انا عندي الليفت سايد الجزء ده اللي انا عملت شلت منه البوتنشال انرجي والكينيتيك انرجي وعملت اسامبشن ان هم بزيرو، بيعكس لك ايه؟ التشينجز في الثيرموديناميك ستيت اوف ذا سيستم. يعني بيعكس لك التشينج الثيرموديناميك ستيت افهم منها ليه؟ اللي هو الانرجي ليفل اوف ذا سيستم. جميل. يبقى ده الثيرموديناميك. يبقى انا عندي ان الدلتا يو دي بتجيب لك التغير في الثيرموديناميك ستيت بتاع السيستم، ودي بسميها برضو ستيت فانكشن. ليه؟ لان نتيجه ان الستيت فانكشن دي نتيجه انها فانكشن فين؟ في البريشر والتمبريتشر والكومبوزيشن، في حاله لو انا عندي اكتر من كومبوزيشن، لو انا عندي اكتر من كومبوننت. يبقى الثيرموديناميك ستيت فانكشن doesn't depend on the past history of the substance not on the, او على الطريقه اللي وصلت ليها للجيفن ستيت، بيعتمدوا بس على البريزنت كونديشن. عشان كده سميتها ايه؟ ستيت فانكشن. ودي حاجه مهمه جدا في الثيرمودينامكس، ان انا عايز احسب انثالبي عند كونديشن واحد لانثالبي عند كونديشن اتنين، سواء هي اخذت الطريق ده او اخذت الطريق ده مش هتفرق. انت حضرتك عايز تروح من اسكندريه للقاهره، فانت سواء اخذت الطريق الصحراوي او اخذت الطريق الزراعي انت وصلت لنفس الديستنيشن. فالانرجي ليفل بتاعك في اسكندريه او ارتفاعك عن مستوى عن مستوى سطح البحر في اسكندريه ثابت وفي القاهره ثابت. اللي هيفرق معاك ايه؟ الكيو والورك اللي انت بذلتهم. فهي نفس النقطه، لكن الستيت فانكشن بتعتمد على الايه؟ على الاكسبريزنت كونديشن، اللي هي البريزنت كونديشن اللي هي البريشر والتمبريتشر والكومبوزيشن. الستيت فانكشنز كان بي اكسبريسد ماثيماتيكالي از ا فانكشن اوف ايه؟ temperature والpressure، أو يا إما function في الرو والtemperature أو specific volume والtemperature. والvalue ممكن identified at the point on the graph زي الsteam table. ما أنا عندي الsteam table بيبقى إيه؟ مثلا بيكون عندي الth diagram، ممكن أقدر أجيب لك من الth diagram، ممكن أجيب لك من الsteam table pressure والtemperature، أجيب لك البوينت من التيبل. فدي من ميزة الstate functions، إنها بتعتمد على إيه؟ على الstate conditions بتاعتك. أنا عندي ضغط كام والحرارة كام والcomposition كام، يبقى الانثالبي بتاعتي كذا. دي الميزة بتاعت الstate function. طيب أنا عندي الهيت والورك بقى. الهيت والورك دول ما هماش state functions. ليه؟ لأن هما بيعتمدوا على الإيه؟ الإنرجي إن ترانزيت، وبيعتمدوا على طبيعة nature of the process، اللي هو نفس المثال بتاع من القاهرة لإيه؟ من الإسكندرية للقاهرة. بيعتمد إن أنا الطريق اللي أنا أخدته إيه؟ فهي دي الإنرجي إن ترانزيت، إن أنا بيعتمد على nature of the process. الـ differential of a state function represented an infinitesimal change in its value. يعني بيجيب لك ان الـ ان ان, إن الستيت فانكشنز بيبقى ايه؟ بتبقى تغير من صيغه للثانيه، او من يعني بيقول لك مثلا الدلتا يو بتساوي كام؟ التغير بتاع من اليو 1 لليو 2. بيجيب لك الديفرنشال بتاع الستيت فانكشن، بيجيب لك التشينج في الاتس فاليو. ذا ديفرنشال بقى بتاع الهيت والورك ار نوت تشينجز بات انفينيتال اماونت. يعني انا بجيب لك حتى لما باجي اعمل انتجريشن واقول لك ان الدي يو بتساوي دي كيو بلس الدي دبليو، الدي يو دي بتطلع لك ليه؟ للتشينج. لكن الدي كيو بتطلع لك ايه؟ بيطلع لك amount، والدي دبليو بيطلع لك ايه؟ بيطلع لك work. فده بالنسبه لي الستيت فانكشن. ناخد مثال على الستيت فانكشن. انا السيستم عندي ده بيقول لك ان هو 100 جول اوف هيت فلوز انتو ذا سيستم. انا عندي في 100 جول دخلوا جوه السيستم، وذا سيستم ده 40 work. يعني بيقول لك ان انا عندي ان الكيو عندك هنا بتساوي كام؟ بتساوي 100 جول. 100 جول اوف هيت فلوز انتو ذا سيستم، بالتالي بوزيتيف. ان ذا سيستم ده 40 يعني السيستم طلع منه 40 جول work، فبالتالي يبقى الدلتا يو بتساوي كام؟ الانترنال انرجي بتاعتك هي بتساوي كام؟ بتساوي 100 ناقص ال 40، يا بتساوي كام؟ يا بتساوي 60 جول. طب هو عايز يعرف هاو ماتش هيت فلوز انتو ذا سيستم. لو الورك دان باي ذا سيستم از 20، يعني انا ساعتها انا عندي الدلتا يو بكام؟ 60 جول. هتساوي كام؟ بتساوي الكيو ماينس كام؟ ماينس ال 20. وبالتالي الكيو اللي هتطلع من السيستم هتبقى كام؟ هتبقى 80 جول. طب بيقول لك لو السيستم رجع، احنا شايفين ايه؟ ان هو ماشي في طريق ايه؟ يعني هو سواء ماشى في طريق كده، او طريق سواء ماشى من طريق في الطريق ده، او سواء ماشى في الطريق ده، او سواء ماشى في الطريق ده، هو هي ايه؟ الدلتا يو ثابته. بس لازم ناخد بالنا في التغير الدايركشن. يعني لو افترضت ان ده يو 1 وده يو 2، وقلت لك ان الدلتا يو اللي هي بتساوي اليو 1 ماينس اليو 2 هتساوي 60 جول، يبقى لو جيت قلت لك ان الدي يو اللي هي بتساوي اليو 2 ماينس اليو 1 هتبقى ماينس 60 جول. جميل. هي نفس النقطه. انا عندي هنا ريتين باك رجع من البي للاي عن طريق البي دي اي، رجع للايه؟ للستريم ده. ففي الحاله الدلتا يو عندي هتبقى بتساوي كام؟ هتبقى بتساوي ماينس ال 60 جول، لانه رجع
في عكس الاتجاه. وحتى لما باجي ماثيماتيكال اطرح اليو واحد ناقص اليو اتنين، في الحالة دي انا بطرح اليو اتنين ناقص اليو واحد. يعني انا في الاول في الدلتا يو لما كان طالع كده انا طرحت اليو اتنين ناقص اليو واحد، لما كان راجع كده طرحت اليو واحد ناقص اليو اتنين. جميل. فماثيماتيكالي بتساوي ماينس الفاليو دي، هتساوي الكيو، الكيو عندك ماينس كام؟ السيستم دان اون ذا سيستم، يعني السيستم عمل مجهود كام؟ بوزل عليه، دخل ورك ليه، دخلت انرجي في صيغه ورك 30 جول، وبالتالي يبقى الكيو بتاعتك بتساوي كام؟ ماينس 90 جول. يبقى دي فكره الستيت فانكشن، ان انا عندي ادي هنا يو 1 ويو 2، بصرف النظر هو راجع لنفس النقطه، عندي راجع لنفس النقطه الاي ونفس النقطه البي، والنقطه الاي دي فانكشن في الاي في البريشر والفوليوم اهو، ودي فانكشن في البريشر والفوليوم، بصرف النظر هو ماشي كده، ماشي كده، الدلتا يو ثابته. من ضمن الحاجات الهايبوثيتيك اللي موجوده في الثيرموديناميك عندي هي ريفرسبل بروسيس، وانا عاده بحسب كل حاجه ريليتد للريفرسبل بروسيس وبعدين ببدا استخدم الافشنسي عشان احسب الاكتشوالي بروسيس عندي. تعالوا نبدا نشوف كده. البروسيس از ريفرسبل وين اتس دايركشن كان بي ريفرسد ات اني بوينت باي انفينيتسمال تشينج ان اكسترنال كونديشنز. يعني انا عندي ادي غاز داخل جوه كومبريسور، الغاز ده انا ضغطته من 1 بار ل 10 بار البروسيس، وخدت ايه؟ وخدت 10 جول ورك، يعني انا ضفت للسيستم 10 جول ورك عشان اضغطه. البروسيس دي اقدر اوصفها انها ريفرسبل لو ايه؟ لو رجعت من ال 10 بار للواحد بار وطلعت ال 10 جول. ساعتها سمي البروسيس دي ايه؟ ريفرسبل. في الواقع البروسيس مستحيل تبقى ريفرسبل، ليه؟ لان انا لو ضغطت غاز داخل سلندر 10 بار، لو جيت اعمل ريليز للغاز اللي داخل السلندر مش هيطلع لك 10 بار، مش هيطلع لك 10 جول، هيطلع لك فاليوز ثانيه، هيطلع لك ورك ثانيه اقل من 10 جول. جميل. يبقى انا عندي برضو من ضمن الحاجات ان الريفرسبل بروسيس دي بتدي لك الايه؟ بتدي لك الماكسيموم ورك اوتبوت اتينابل فروم اسبيسيفايد بروسيس، او يا اما المينيموم ورك انبوت ايه ريكوايرد. دي بتدي لك الحاله الليمت بتاع الايه؟ بتاع الاكتشوال كيس. يعني انا هنا اقصى ورك اقدر اخده من الريليز بتاع الجاز داخل السلندر من 10 بار لواحد بار هو ال 10 جول، مستحيل يزيد عن 10 جول. جميل. او بيجي لك برضو the limit to the performance of the actual process. The work is often calculated by a hypothetical reversible process. It can be combined with an appropriate efficiency عشان اقدر احسب لك الاكتشوال بروسيس. We often computed changes in thermodynamic state functions along the path of hypothetical reversible process. انا عندي قلت لك ان السيستم عندي هنا، ميزه بقى للستيت فانكشنز في ايه؟ ان انا السيستم الاول كان عنده 1 بار و 25 سيليزيوس، طلع بعد كده لكام؟ طلع لي 10 بار، وافترض مثلا انه طلع مثلا ل 90 سيليزيوس. فانا عندي هنا في لو ستيت فانكشن واحد او لو انرجي ليفل واحد، وده له انرجي ليفل اتنين. انا بيزد على الانرجي ليفل اللي هنا واللي هنا اقدر احسب لك الايه؟ الورك اللي انا اخدته. فدي فكره الستيت فانكشن، سواء هو انضغط بقى من 1 بار ل 10 بار، او لو ضغطته من 1 بار ل 5 بار ومن 5 بار ضغطته ل 10 بار، هو مش هيفرق. انا يهمني عايز اجيب لك الورك اللي اكستراكتد فروم او اللي اكزرتد باي اول ذا سيستم هنا، ان انا مش هيهمني بقى خلاص، مش عايز انا عايز الانلت او الانلت كونديشن، واجيب لك الانرجي ليفل هنا، وعايز لك الفاينل كونديشن اجيب لك الانرجي ليفل هنا. ليه؟ لان دي ستيت فانكشن بتعتمد على البريزنت كونديشن، ما بتعتمدش على الباث اللي اخدته البروسيس عشان توصل للفاينل كونديشن. فعادة بحسب الايه؟ او بحسب التشينجز في الثيرموديناميك ستيت فانكشنز along the path of hypothetical reversible process. يعني ايه along the path؟ يعني بجيب له at along the path في البداية عند نقطة A، وفي الفاينل عند نقطة B، ماليش دعوة بالنقطة اللي في النص، واجيب لك الانرجي ليفل في الاول وفي الاخر، وبالتالي كده حسبت لك التشينج في الستيت فانكشن عند النقطتين دول. اقدر ادرايف، اقدر ابلاي الانرجي بالانس بتاع الكلوز سيستم او بتاع الاوبن سيستم فيما بعد، واقدر اطلع لك بحسب لك الكيو، احسب الورك اللي متكستراكتد فروم ايه؟ فروم ذا سيستم. البرايمري يوز اوف ريفرسبل بروسيس كونسبت از فور ديريفيشن اوف جنرالي فاليد ريليشن شيب امونج الستيت فانكشنز. يعني انا بفترض الريفرسبل بروسيس دي عشان ابدا اجيب لك ايه؟ correlations between الـ state functions. انا عندي من ضمن الـ state functions اللي هنعرفها قدام في الـ 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 الفيديوهات ان شاء الله، انا عندي الـ internal energy، دي state function.
الانثالبي ستيت فانكشن، الانتروبي ستيت فانكشن، الجيبس فري انرجي ستيت فانكشن، والهلموتس فري انرجي ستيت فانكشنز. كل دي ستيت فانكشنز. انا هبدا ادرايف استخدم الريفرسبل بروسيس عشان اجيب كورليشنز بين كل الستيت فانكشنز دول، وبالتالي اقدر احسب واحده بمعرفه الثانيه. انا عندي هنا في الكورس ده هناخد او في الفيديو ده هناخد الانترنال انرجي اللي هي اليو والاتش. خلونا نكمل. انا هنبدا مثلا بالريفرسبل ورك. انا عايز احسب الريفرسبل ورك على سيستم. احنا قلنا ان انا السيستم انضغط من 1 بار طلع لكام؟ طلع ل 10 بار. الفوليوم كان في 1 بقى في 2، فبالتالي عايز اجيب لك الورك البودل اللي بودل هنا. هل انا اقدر اقول لك ان انا الورك هيساوي ماينس البي دلتا في؟ طب الفاليو بتاع البي هتبقى كام؟ هل هتبقى الافريج اللي هقول لك 10 زائد 1 على 2؟ مش هتبقى اكيوريت. الافضل ان انا احسب ايه؟ ان انا اعمل انتجريشن. انا عندي الضغط هنا كان 1 بار ومثلا نص متر مكعب، الضغط زاد هنا ل 10 بار، لكن الفوليوم كام؟ لكن الفوليوم مثلا قل ل 1 متر مكعب، باعتبار ان عندك ان ده البريشر وده الايه؟ وده الفوليوم. طب انا عايز احسب لك الورك هنا، فاحسب لك الاريا اندر ذا كيرف. الاريا اندر ذا كيرف بحسبها عن طريق الانتجريشن، ان الورك بيساوي كام؟ بيساوي ماينس البي في الدي في. انا عاده بيكون البريشر فانكشن فين؟ في الفوليوم، هنعرف قدام بعد كده. بس ده الكورليشنز اللي انا بحسب بيها الايه؟ الورك اون ذا سيستم. This equation بيدي لك الميكانيكال ريفرسبل ورك اكسبانشن، سواء اكسبانشن او الكومبريشن اوف ذا فلويد ان ذا سلندر ارينجمنتس. طب انا الماينس ده وصفتها ان ليه؟ ان انا الورك عكس الكيو. يعني انا عندي، لو نفترض ان انا السيستم انضغط من 1 بار ل 10 بار والفوليوم هنا كان نص متر مكعب، الفوليوم قل ل 1 متر مكعب، فلما اجي اعوض هنا اقول لك والله السيستم كان نص ال 1 من 10. لو مفترض ان ما فيش الماينس ساين عندي، فبالتالي ساعتها انا بقارن ما بين ايه؟ الانتجريشن فاليو اللي هتطلع في الاخر، هقارن ما بين الايه؟ الفي 2 ماينس الفي 1 اللي هي بتساوي 1 من 10 ماينس كام؟ ماينس نص. معناها كام؟ معناها ان الفاليو دي طلعت بوزيتيف. وبالتالي بالتعريف اللي فات ان احنا قلنا الفاليو بوزيتيف دي معناها ادد تو ذا سيستم. فانا فرضت هنا حطيت الماينس ليه؟ لان انا عندي هنا اكشولي انا ضغطت السيستم من 1 بار ل 10 بار، يعني انا عملت بريشر، عملت ورك عليه. فبالتالي المفروض الفاليو تبقى ايه؟ تبقى ماينس مش بوزيتيف. فاهمني؟ لان انا عندي انا البوزيتيف لو هو ادد تو ذا سيستم. طب انا هل عندي هنا الورك ادد تو ذا سيستم؟ لا، انا عندي ادي ال ستوب هير. فده الريفرسبل ورك. انا بحسب الريفرسبل ورك عن طريق ايه؟ عن طريق القانون الورك بيساوي ماينس الفي 1 والفي 2 في البي دي في. فانا عندي دلوقتي لما باجي اعمل كده هيطلع الفاليو دي ايه؟ ماينس. هتطلع الفاليو دي ماينس، سوري في النقطه دي، هتطلع الفاليو ماينس لما اجي اقارن هنا. طب ده ماينس ده معناها الايه؟ معناها ان السيستم طلع منه ورك، في حين اكشولي هو انضاف عليه ورك، ولذلك احنا ضفنا على الايه؟ ضفنا الماينس فاليو هنا. يبقى تاني النقطه دي، ان انا عندي الماينس فاليو دي، ان انا السيستم لو فرضنا ان انا ضغطته فالفوليوم بتاعه اتغير من نص متر مكعب لواحد من 10 متر مكعب، فبالتالي الماينس فاليو دي لو انا جيت احسب من غير الماينس فاليو هيطلع ان الايه؟ ان الورك بالماينس. واحنا اتفقنا ان البوزيتيف فاليو دي معناها ادد تو ذا سيستم، ان دي داخله على السيستم. بوزيتيف داخله لحسابك بالايه؟ بيزود الحساب. ماينس طلعت من الحساب بتقلل الحساب. فانا عندي ده بوزيتيف داخل السيستم ورك، بس بزوده على السيستم. طب لما انا عندي ده ورك ابلايد تو ذا سيستم، في حين ان الفاليو طلعت ماينس، يعني طالعه من الحساب، ولذلك انا حطيت الماينس فاليو هنا عشان ايه؟ عشان هو يبقى متوافق مع الفيزيكال مينينج بتاع الكونسيبت بتاع الثيرموداينامكس. The work depends on the relationship between P and VT on the path of the process. نتيجة ان الورك احنا قلنا ان the path dependent process. To find the irreversible process for the same change in V بقى الافشنسي لازم استخدمها عشان اجيب لك الايه؟ الاكتشوال ورك اللي موجود عندي من الريفرسبل ايه؟ من الريفرسبل ورك. مثال، انا عندي ده سلندر موجود في constant temperature path. Piston slides in the cylinder with a negligible friction. يعني بقول لك ان الموضوع negligible friction ده، انا بقول لك ان reversible process. والاكسترنال فورس انا بلس اجنس كذا. انا عندي البريشر واحد بتساوي كام؟ بيساوي 14 بار. والفوليوم بيساوي كام؟ بيساوي 0.3 متر كيوب. والله بقول لك ان انا ان الفوليوم 2 external force is reduced gather in the gas expansion as 180 to volume doubles. وبالتالي الفوليوم ايه؟ 0.6 متر كيوب. معناها الاكسباند، بالتالي ايه؟ بالتالي السيستم عمل ورك على السراوندنج. يعني المفروض انا عندي اكشوالي السيستم يكون الورك ايه؟ الورك بالماينس. جميل.
if the volume of the gas بقول لك ان العلاقه ما بين الجاز بيساوي كام كونستانت. طب والله انا عندي الجاز يبقى الكي بتساوي كام، انا عندي ادي الفاليو اللي هو ال 14 في 10 اس 5 عشان يبقى الفوليومز عندي كونسيستنس بي الكي، ومن هنا طلعت الفاليو بتاع الكي. يبقى من هنا اقول لك ان البي بتساوي كام، بتساوي الكي على الفي. هرجع للمعادله بتاع الفوليوم بتاع الورك، ان انا بعمل انتجريشن، ان الفوليوم بتاعك الاول كان 0.3 ل 0.06 ده البي دي في، وبالتالي كان ماينس من 0.03 ل 0.06 الكي في الدي في على الفي، معناها بتساوي ماينس الكي. الانتجريشن بتاع ده ماثيماتيك او اناليتيكالي بيكون بيتحل بلين 0.03 ل 0.06، ومن هنا حسبت لك الايه الورك الابلايد عندك على السيستم هيطلع الفاليو دي. تاني حاجة عندي بالنسبة للريفرسبل بروسيس الانثالبي، احنا دلوقتي عندنا احنا قلنا ان الانثالبي دي ستيت فانكشن لا تعتمد على المسار بتاع بتاع البروسيس عندك. طب لما نيجي عندك اللي زي ما قلنا ان التشينج في الستيت فانكشن دي ما بيعتمدش على الايه على البروسيس نفسها، يعني ما بيعتمدش على البروسيس باث، يعني هو من نقطة A للنقطة B سواء ماشى كده سواء ماشى كده، الدلتا اتش اللي هي ما بين الاتش اي ناقص الاتش بي كونستنت. فجي انا اقول لك انا عندي، طب والله لو في كونستنت فوليوم بروسيس، هرجع للقانون اللي احنا اخدناه في الاول ان الدي يو بتساوي كام، بتساوي الدي كيو بلس البي دي في. سوري هنا في غلطه اللي ايه، ان انا عندي ان الدي يو بتساوي الدي كيو بلس الدي دبليو اللي هو بتساوي كام، اللي هو ماينس البي دي في. حلو، ولما اجي اعمل انتجريشن هعمل انتجريشن كده. طب انا عندي قلت لك ان الكونستانت فوليوم بروسيس معناه ان الدي في بتساوي زيرو، ومن هنا يبقى جيت قلت لك ان الدي يو بتساوي كام، بتساوي الدي يو كيو. يبقى ده بالنسبه لايه، بالنسبه للكونستانت فوليوم بروسيس. طب لما نيجي بالنسبه للكونستانت بريشر بروسيس، الكونستانت بريشر بروسيس انا قلت لك ان الدي يو بتساوي كام، الدي كيو ماينس البي دي في، وهودي ده الناحيه الثانيه، يبقى انا عندي الدي يو بلس البي دي في بتساوي كام، بتساوي الدي كيو. ومن هنا قلت لك ان انا ايه، هفترض ان عندك ادي الدي يو في البي في بتساوي كام، بتساوي الدي كيو. دي من احد الرولز في الديفرنشيشن، لما اجي افكها هفكها ازاي، هتفكها دي يو بلس الايه بلس الدي البي دي في بلس الفي دي بي. انا عندي ده بزيرو، فبالتالي الفاليو عندي ايه، واحده اللي هي دي. ده بالنسبه للكونستانت بريشر. بس انا قلت لك يبقى تقريبا كده انا عندي ان الاتش اي الانثالبي هتساوي الانترنال انرجي بلس البي في الفي، وان الدي اتش بتساوي كام، بتساوي الدي كيو. ده امتى، ده ات كونستانت بريشر. The intensive properties of state functions are such molar or specific volume or internal energy or enthalpy. All intrinsic properties ما بتعتمدش على quantity، مجرد ما بحددها for particular substance ممكن ال values دي can be tabulated as a function of the T or P for future use in the calculations، أو ممكن هستخدمها عشان أحسب ال Q وال W for any process involving in the substance. يعني أنا لو حسبت الانثالبي بتاع الفريون مثلا عندي condition 1 والانثالبي بتاع الفريون عندي condition 2، كده أقدر أعرف أنا عشان أضغط الفريون من اتش 1 لاتش 2 ادياباتيك بروسيس هحتاج انرجي قد ايه، طب وهكذا. فدي فكره الست فانكشنز، ان انا بتكون الست فانكشنز بتكون فانكشن في التمبريتشر والبريشر، او التمبريتشر والسبيسيفيك فوليوم، او التمبريتشر والدنسيتي، بتبقى عندي سبيسيفيك كونديشنز، فبالتالي اقدر اعرف انا عند الكونديشنز دي الانثالبي كام، عند الكونديشنز دي الانثالبي كام، واقدر احسب التشينج في الانثالبي بتوين التو بوينتس، وبالتالي اقدر احسب الهيت السبلايد فروم او تو ذا سيستم، اقدر احسب الورك ابلايد اون اور ايه باي ذا سيستم. من ضمن الريفرسبل بروسيس احنا انا جمعت القانونين دول بقى عشان دول مهمين جدا عندي، اللي هو القانون ده والقانون ده، ان انا قلت لك ان الدي يو هتساوي كام، بتساوي الكيو ماينس البي دي في، وان انا قلت لك ات كونستانت فوليوم ات ان الدي في بتساوي زيرو، بقى انا عندي الدي يو بتساوي كام، بتساوي الدي كيو، وهنا في دي، وعند ال دي اتش، وهنا لما جينا قلنا ات كونستانت ات ان الدي بي بتساوي زيرو، انا قلت لك يبقى القانون ده مش هقدر اطير منه حاجه، يبقى الدي يو بلس البي دي في بيساوي كام، بيساوي دي كيو. وبالتالي انا افترضت ان انا عندي كان عندي ان الاتش اي بتساوي البي في بلس اليو. طب لما اجي اقول لك الدي اتش هتبقى بتساوي كام، هتبقى بتساوي الدي يو بلس الفي دي بي بلس الفي البي دي في. طب ان الترم ده عندي ده بزيرو، وبالتالي هنا هقدر اقول لك ات كونستانت بريشر، ات كونستانت بريشر بس ات كونستانت بريشر، ان انا عندي ان الدي اتش بلس الايه
بلس البي دي في، الدي يو بلس البي دي بتساوي الدي اتش، وبتساوي كام؟ بتساوي الدي كيو. مثال على كده، انا عندي بيقول لك انا عايز احسب الدي يو والدلتا اتش، دلتا اتش والدلتا يو وين ذا فابرايز ات كونستنت تمبريتشر او 100 درجه عند كونستنت بريشر كذا، ذا سبيسيفيك فوليوم اوف ليكويد، يبقى الفوليوم الاولاني كان كام؟ كان 0.0104 متر كيوب بير كيلوغرام، والفوليوم الثاني كان بيساوي 1.673 متر كيوب بير كيلوغرام. فور ذا عندك هيت ان ذا عندك في هيت ان ذا از ادد تو ذا ووتر ادد، فبالتالي هي بوزيتيف، فبالتالي 2256.9 كيلو جول. عايز يعرف لك ليه؟ هو انا عندي الكونديشنز تحصل ات كونستنت بريشر، انا عارف هي في ات كونستنت تمبريتشر بس برضه ات كونستنت بريشر، يبقى انا عندي ات كونستنت بريشر، يبقى انا عندي ليه؟ يبقى انا عندي الدلتا اتش بتساوي كام؟ بتساوي الكيو، بتساوي كام؟ بتساوي 2256.9 كيلو جول. طب انا عارف ان الدلتا، ان الدلتا اتش هتساوي كام؟ بتساوي الدلتا يو بلس البي دي في بلس الفي دي بي. طيب انا عندي ات كونستنت بريشر فبالتالي ده بزيرو، وبالتالي الدلتا يو بتساوي كام؟ بتساوي الدلتا اتش ماينس البي دي في، وبالتالي انا عندي البريشر ثابت، الدلتا في تشينج فوليوم زي ما تعرفها، فبالتالي حسبت ايه؟ حسبت الدلتا اللي تشينج في الانترنال انرجي. من ضمن الحاجات برضو اللي عندنا الهيت كاباسيتي، الهيت كاباسيتي بستخدمها او بترمز ليها ان هي انا دلوقتي عندي اضفت هيت للماتيريال او عملت ورك على الماتيريال، فهي عندها كاباسيتي او عندها طاقه لانها تستقبل هيت، فده برمز لها وبعبرها ايه كتعريفين، بقول ايه ان انا كل الاماونت ده الاماونت اوف التمبريتشر انكريز فور ايه فور فور جيفن كوانتيتي اوف هيت. يعني بقول لك ان انا عندي لو السمولر ذا تمبريتشر تشينج كوز ان ذا سبستنس باي ترانسفير اوف ا جيفن كوانتيتي اوف هيت ذا جريتر اتس كاباسيتي. يعني انا لو عشان مثلا انا عندي ماتيريال ايه او ماده ايه سيستم ايه، السيستم ايه دوت الدلتا تي بتاعته هتبقى 1 درجه عشان اضيف مثلا كيو كام 10000 جول، ولا سيستم بي اللي الدلتا تي بتاعته هتبقى 20 سيليزيوس لنفس الايه الجول نفس الهيت، فبالتالي الهيت كاباسيتي بتاع الايه هتبقى ايه؟ هتبقى اكبر من الهيت كاباسيتي بتاع البي. طب ده يرمز لها ماثيماتيكالي بيه من الدي كيو باي دي تي، او ان انا عندي التشينج الدي كيو عندك 10000 على 20 ادتك 500 لكن الثانيه 10000، فبالتالي السي ايه اكبر، يبقى كل يبقى هي ليه؟ يبقى انا عندي ذا سمولر ذا تمبريتشر تشينج كوز ان ذا سبستنس، كل ما الاماونت اوف الانرجي كل ما تمبريتشر او هي المقدار بتاع التمبريتشر انكريز فور ا جيفن كوانتيتي اوف ايه اوف هيت. طب انا عايز احسب الهيت كاباسيتي ات الكونستنت فوليوم، انا عندي السي بتساوي كام؟ مش بتساوي الدي كيو باي دي تي. طيب انا عندي ات كونستنت فوليوم، احنا قلنا ان الدي يو او الدي يو بتساوي كام؟ بتساوي الدي كيو، وبالتالي هتبقى بتساوي كام؟ الدي يو باي ايه باي دي تي ات كونستنت تي ات كونستنت فوليوم. طيب يبقى انا اختصارا دي انا قلت ان دي ايه هي دي السي في، يبقى انا اعتبرت قلت لك ان السي في دي السبيسيفيك ات كونستنت فوليوم هتساوي كام؟ هتساوي الدي يو باي دي تي، وبالتالي ان التشينج في الانترنال انرجي بيساوي كام؟ بيساوي السي في دي تي، ده الكلام ده ات كونستنت تي ات كونستنت فوليوم. طب لو انا عايز احسب ات كونستنت بريشر، ات كونستنت بريشر نفس النقطه، انا عندي السي بي بتساوي كام؟ ده هتبقى بتساوي الدي كيو باي دي تي. طب الدي كيو ديت في حاله الكونستنت بريشر مش قلنا ان الدي اتش بتساوي الدي كيو، وبالتالي الدي كيو ده هتبقى بتساوي الدي اتش باي دي تي. يبقى لو عايز اجيب لك التشينج في الانثالبي ات الكونستنت بريشر هيبقى بتساوي كام؟ هتبقى السي بي دي تي. خلينا بس فاهمين ان انا عندي ان الدي اتش بتساوي الدي كيو ات ايه؟ ات كونستنت بريشر فقط بس، يعني لازم بروسيس تكون كونستنت بريشر. حلو، وبالتالي الافضل ان انا عشان اجيب لك بقى الفاليو بتاع الدلتا اتش دي هتبقى بتساوي بعمل انتجريشن من تي 1 ل تي 2 سي بي دلتا تي، لان انا عارف ان السي بي دي فانكشن في التمبريتشر عندي. اهو فور ذا كالكوليشن اوف ذا بروبرتي تشينجز بات نوت فور ذا كيو اند دبليو، اهو انا بكلم معاك عن البروبرتي تشينج على السيت فانكشنز، لان اكتشوال بروسيس مي بي ريبليسد او الاكتشوال بروسيس مي بي ريبليسد باي باي اني اذر بروسيس ذات كان اكومبلش ذا سيم تشينج ان ذا ستيت. يعني يعني انا ممكن انا عندي الاكتشوال بروسيس دلوقتي، انا الاكتشوال بروسيس عايز اقسمها عندي الحاجتين، اقسمها لات كونستنت فوليوم عشان اقدر احسب التشينج في الانترنال انرجي، ومنها احسب التشينج في الايه في الانثالبي، وات كونستنت بريشر عشان اقدر احسب التشينج في الانثالبي، ومنها اقدر احسب التشينج في الانترنال انرجي. هو ده المقصود، ان انا اي اكتشوال بروسيس عندي هقسمها بقى للخطوتين دول دلوقتي، يا اما لا اقسمها للخطوتين دول، مره ات كونستنت بريشر احسب منها الدلتا اتش
وبعدين الدلتا يو، ومره كونستانت فوليوم عشان احسب منها الدلتا يو، وبعد كده احسب منها الدلتا اتش. كل دي بقى انتنسيف بروبرتيز، اليو السي في السي بي التي الفي الاتش بي، كل دي ستيت فانكشنز وبتعتمد على الستيت اوف ذا سيستم نوت ايه نوت ذا بروسيس. مثال عندنا انا عايز احسب الانترنال انرجي والانثالبي تشينج من الهواء، وفي انيشال ستيت كام، ادي التمبريتشر او ان هي كام، 5 ديجري سليزيوس وال10 بار وريتس مولر از ايه، وان ذا كوي الفوليوم بتاعه 2.312 في ال10 سالب 3 متر كيوب على المول. الفاينل ستيت عندك كام، 60 ديجري سليزيوس والواحد بار. فزي ما قلت لك دي الاكتشوال بروس عندي، نتحرك من هنا لهنا. طب انا عايز اجيب لك الدلتا اتش اللي عندك كام، والدلتا يو اللي عندك كام، ومن هنا اقدر احسب لك الورك السيستم ابلاي او احسب لك الكيو ازاي. فانا اول حاجه هقول لك ان انا السيستم ده عندي حصل كولينج ايه ات كونستانت بريشر. طب لو كولينج ات كونستانت بريشر يبقى في الحاله دي انا عندي ان الدلتا اتش بتساوي كام، بتساوي سي بي دلتا تي، بتساوي ال سي بي دلتا تي. طيب انا عندي دلوقتي لو انا عايز دلوقتي اعمل ال سي بي دلتا تي، خلاص يبقى انا عن طريق ان الدلتا اتش بتساوي ال سي بي دلتا تي حسبت الدلتا اتش ات كونستانت بريشر، وفي نفس الوقت هحسب اللي هحسب الدلتا يو ات كونستانت بريشر. يبقى انا كده حسبت اللي حسبت الدلتا اتش ات كونستانت بريشر او في الدلتا تي، وحسبت الدلتا يو منها. وبعدين هقول لك والله كولينج تمبريتشر، ان التمبريتشر ده السيستم نزل من حراره 5 لحراره كام، لحراره مثلا هنفترض وليكن واحد، هنحسبها طبعا المفروض يطلع فاليو في تمبريتشر تانية. يبقى ده اول باس. تاني باس عندك ان انا عملت هيتنج ات كونستانت فوليوم، يبقى عندك هيتنج ات كونستانت فوليوم يعني ايه، يعني ان انا زودت ان انا نزلت بقى بالضغط لحد 1 بار. جميل. او انت ممكن تعملها العكس، يعني ممكن اقول لك والله انا هيتنج ات كونستانت بريشر، ممكن هنا الهنا الانسب ان انا اقول لك هيتنج ات كونستانت بريشر، ان انا سخنت ات كونستانت بريشر من 5 سليزيوس، سخنتها وليكن مثلا ل 100 سليزيوس، وحسبت الدلتا اتش، حسبت الدلتا يو، بعد كده الهيت، بعد كده كولينج ات كونستانت بريشر، ارجع من 100 ل 60 عند الايه، عند الكونستانت فوليوم، وبالتالي اقدر احسب لك الدلتا يو واحسب لك الدلتا اتش، ومن هنا اقدر اجيب لك الدلتا اتش بتاع السيستم كله والدلتا يو بتاع السيستم كله. فهي دي الفكره، ان انا عندي ادي اكتشوال بروسيس لازم اقسمها لحاجتين، لازم اقسمها الكونستانت بريشر بروسيس، لازم اقسمها الكونستانت بريشر ايه بروسيس، وكونستانت فوليوم ايه بروسيس. الكونستانت بريشر بروسيس هحسب منها الدلتا اتش، ومنها احسب منها الدلتا يو، والكونستانت فوليوم بروسيس هحسب منها الدلتا يو، ومنها احسب منها الايه، احسب منها الدلتا اتش. انا دلوقتي بقى خلصنا الجزء بتاع الكلوز سيستم، انا عايز احسب او اعمل الماس والانرجي بالانس بالنسبه للاوبن سيستم. الماس والانرجي بالانس بالنسبه للاوبن سيستم بيشمل لك الاكيوميليشن، يعني بقى اقول لك انا بالنسبه للماس بالانس هيبقى الايه، الاكيوميليشن بتاع الماس في السيستم ده بيساوي الايه، الانبوت عندك او السيجما بتاع الانبوت عندك ماينس ايه السيجما بتاع الاوتبوت عندك بلس الجينريشن ماينس الكونسومشن، ده لو في كيميكال اكشن عندي. وان عندك ان انا عاده في السيستم بقى بتاع الاوبن سيستم انا بحدد لك سيستم، السيستم ده بسميه الكنترول فوليوم بتاعك، والكنترول فوليوم ده بيبقى له علاقه او بيبقى محاط بالسراوندنج ازاي، عن طريق الكنترول سيرفيس، عن طريق الكنترول ايه، عن طريق الكنترول سيرفيس. الريت اوف تشينج اوف الماس وذين ذا كنترول فوليوم ده اللي هو ايه بسميه الاكيوميليشن اللي هو الدي ام باي دي تي، وده بيساوي النت ريت اوف الفلو في الماس انتو ذا كنترول انتو ذا كنترول فوليوم. ده في حاله لو هو نون رياكتيف سيستم يبقى بيجيب لك النت ريت اوف الفلو في الماس انتو ذا كنترول فوليوم اللي هو الماس ان ماينس الايه ماينس الماس اوت. طب في حاله الكونتينيتي ايكويشن بقول لك ان انا عندي ان الاكيوميليشن بيساوي زيرو، وبالتالي الماس اللي داخله عند السيستم ده هي نفسها اللي خارجه. حلو. طب انا عندي لو السيستم ده داخل بدايمتر او بالاريا مختلفه، اريا واحد وهنا عندي اريا اتنين، وبالتالي الفوليوم عندي الفوليوم هنا عند اتنين هي مختلف عن الفوليوم عند واحد. فلو انا عشان اقول لك ان الام واحد بتساوي الام اتنين، يبقى الرو في الفي واحد بتساوي كام، الرو اتنين في الفي اتنين. هعمل ازيوم ان الايه، ان الرو مختلفه، وبالتالي ايه، وبالتالي انا عندك ان اليو ان الاريا واحد في اليو واحد بتساوي كام، بتساوي الاريا اتنين في اليو اتنين. ده بالنسبه لايه الكونتينيتي ايكويشن، ده بالنسبه لي الكونتينيتي ايكويشن. طب لو انا عايز اجيب لك بقى الانرجي بالانس بتاع الاوبن سيستم، الانرجي بتاع البالانس بتاع الاوبن سيستم بيبقى الريت اوف التشينج اوف الانرجي وذين ذا كنترول فوليوم ايكوالز ذا نت ريت اوف التشينج ترانسفير انتو ذا كنترول
into the control volume. يعني عندك هو ده الاكيوميليشن بتاع الانرجي اللي هي موجوده في السيستم عندك. ده برضو لو نفتكر ان انا الانرجي بالانس دي لازم اعملها مصاحبه للماتيريال بالانس، عشان انا عندي الفاليو لما بحل المعادله دي هيطلع لي منها الماس. الماس ابدا اعوضها هنا في المعادله دي عشان احل ايه؟ عشان احل الانرجي بالانس عندي. فهي وبعض الاحيان لما يبقى رياكتيف لازم احل المعادلتين مع بعض بالنسبه لي. فده بالنسبه لي الماس والانرجي بالانس الخاصه بيه الاوبن سيستم. ان انا وليه لازم اجمعهم؟ لان زي ما قلنا ان انا عندك الماس بالانس هيطلع منها الفاليو واحسب منها الاكيوميليشن بتاع السيستم. يعني انا قلت ان عندك ان الام نوت كان 10 كيلو جرام، انا عندي الام واحد بكام؟ الام واحد دي اللي هاخدها في الحسبان عشان احسب ليه؟ احسب الاكيوميليشن بتاع الانرجي اللي موجوده في السيستم عندك. مثال على كده، انا عندي تانك، التانك ده فيه هوت ووتر او الانيشال فوليوم اللي موجود 190 كيلو جرام عند 60 ديجري سليزيوس. يبقى ده عندي التانك فيه كام؟ فيه 190 كيلو جرام والانيشال تمبريتشر 60 ديجري سليزيوس. دلوقتي حصل ان انت بتاخد دش من التانك ده وحصل ان في باور اوتج، فبالتالي الالكتريكال هيتر ده مش موجود. انت بيدخل لك في الميه ب 2.10 كيلو جرام بير سكند والحراره بتاعتها 10 ديجري سليزيوس. عايز يعرف الحراره هنا توصل كام لحد ما توصل ايه؟ 35 ديجري سيلسيوس. او عاده بعمل لك انا بلوت للتمبريتشر دي مع التايم. فبالتالي انا عايز احط لك الايه؟ اعمل لك الانرجي بالانس بتاع السيستم. انا عندي هل في كاينتيك انرجي هنا بتتغير؟ انا بفترض ان السرعه ثابته، فبالتالي يبقى التشنج عندك كله يبقى في الانترنال انرجي. الام يو باي دي تي ده بتساوي كام؟ بتساوي الانرجي اللي داخله للسيستم عندك ماينس الانرجي اللي خارجه من السيستم عندك، اللي هو ايه؟ اللي هو هيبقى الدلتا اللي هو الاتش واحد. لو نرجع للمعادله دي اهو، ده الانرجي واحد السيستم ده كله بلس ام في بلس الكيو فين؟ بلس الكيو في الدبليو. جميل. فانا عندي دلوقتي لما نيجي نعمل بقى ال نحل الاوبن الايكويشنز بتاعه الاوبن سيستم دي، هنيجي نعملها ازاي؟ هنيجي ناخدها كالاتي. ان انا الام في الديو بتساوي كام؟ بتساوي الماس في الاتش واحد ماينس الاتش اتنين الانبوت ماينس الايه؟ ماينس الاوتبوت. حلو حلو. طب البروسيس عندي دي انا هفترض ان السي بي زي ما هو فرض في المساله ان السي في بتساوي السي بي بتساوي الكونستانت. فبالتالي انا عندي ان الايه؟ انا عندي ان الاتش واحد ماينس الاتش بتساوي كام؟ بتساوي السي في التي واحد ماينس التي. يبقى جاي اعوض لك هنا، اقول لك ان انا عندي ان الايه؟ واليو بتساوي كام؟ اليو بتساوي السي برضه نفس النقطه في التي واحد ماينس التي. يبقى انا جاي اعوض لك هنا، اقول لك ان الايه؟ ان انا عندي ادي الدي يو باي دي تي، الماس عندي موجوده بتساوي كام؟ بلس الام دوت في السي في التي ماينس التي واحد، عشان انا جبته من الناحيه دي. يعني انا كده تي واحد تي واحد ماينس تي لما عكستهم بقت كده. وبالتالي اقدر احل انا عندي واليو دي بتساوي كام؟ اليو دي برضه هتبقى الايكويشنز كده في الدي التي واحد ماينس التي على الدي تي بلس الام دوت في السي في التي ماينس التي واحد بتساوي زيرو. انا عندي التي واحد جيفن، الام دوت جيفن، وقال لك ان الماس دي مش هتتغير في السيستم عندك given. وبالتالي يبقى عندك ايه؟ عندك correlation dt by dt هتحسبها تطلع ليه؟ هتطلع ال value عندك. فده بالنسبه للجزء بتاع ال integration عندك. هنا النقطه بتاعه ال dt دي ممكن يفضل انها تكتبها dt، لان ده هيبقى integration اصلا من t1 ل t2. جميل. فده بالنسبه لي الانتجريشن بتاع الاوبن ايه؟ الاوبن سيستم. انا عندي الانثالبي، انا بقيسها ازاي الانثالبي؟ الانثالبي بقيسها عن طريق جهاز اسمه الفلو كالوريمتر. الجهاز بتاع الفلو كالوريمتر ده بيبقى داخل له سيستم، او ده السبلاي بتاعك داخل له بينك بانثالبي معينه اللي هي اتش واحد، وخارج بانثالبي الثانيه 2 اتش 2. فانا باجي احسب الفاليو عندك، ببقى عارف الكيو اللي انا ضفتها للسيستم قد ايه، فبقول لك ان الايه؟ وان البروسيس دي تبقى كونستنت بريشر، فبقول لك ان الدلتا اتش بتساوي كام؟ بتساوي الكيو. فهنا بفرض لك ان الاتش واحد دي بتكون فاليو يا اما بكون عارفها جيفن عندك، يا اما بتكون ايه؟ يا اما بفرضها بزيرو، وبالتالي اربيتري فاليو، وبالتالي اقدر احسب لك الاتش 2. واذا فرضت ان انا عندك ان الاتش واحد بزيرو، فبالتالي الانترنال انرجي ما اقدرش اعمل ايه؟ ما اقدرش اعمل لها اربيتري فاليو، ما اقدرش افرض لها فاليو بالنسبه لليو 1 وليو 2، لان انا بجيب لك الدلتا يو عندك بيزد على ايه؟ بيزد على الدلتا اتش. فالفلو كالوريمتر ده انا بستخدمه عشان احسب الايه؟ عشان احسب الانثالبي.
والانثالبي منها او الانثالبي تشينج. والانثالبي تشينج اقدر احسب منه ليه؟ اقدر احسب منه الانترنال انرجي تشينج. والانثالبي تشينج ده انا اقدر احسبها بيزد على ان انا يكون عندي معلومه على الانثالبي ات الانلت كونديشن، اقدر احسب ليه؟ احسب الانثالبي عند الاوتلت كونديشن. ده بالنسبة. أنا عايز بس نرجع للمسألة دي تانية يعني فورميريت الماثيماتيكال موديل. أنا عندي لما نيجي نعمل الدريفيشن بتاع الانرجي بالانس الاوبن سيستم هيبقى بيساوي كام؟ ده بيساوي الام دوت في الاتش انلت ماينس الام دوت في الاتش اوتلت اللي هو الاتش اي الاتش 2 او اسميها الاتش. طيب أنا عندي دلوقتي، قلت لك إن الاتش بتساوي السي بي دلتا تي، معناها بتساوي كام؟ معناها ده الدلتا اتش. يعني انا عندك ده هيبقى بيساوي كام؟ ده المفروض بيساوي الام دوت في الدلتا اتش، فبتساوي كام؟ التي واحد ماينس الايه؟ ماينس التي. طب انا عندي اليو بتساوي كام؟ هتبقى بتساوي السي في في الدلتا تي. يبقى لما اجي اعوض لك في الفورمولا دي هيبقى انا عندك الام في السي في الدلتا تي على الدي تي، ده بتساوي كام؟ بتساوي الام دوت في السي في التي واحد ماينس التي. انا عندي السي هطيرها مع السي، وبالتالي الايه؟ وبالتالي انا عندي ال دي تي باي تي واحد ماينس ال تي، ده بيساوي كام؟ ده بيساوي ال دي تي. انا عندي هنا يبقى الام على الام دوت، ان انا بقى اعوض لك هنا ال تي واحد على تي. يبقى دي الايكويشن عندك. انا اعوض ان الحراره عندك الانيشال في التانك ب 60 ديجري سيلسيوس والفاينل 35 عشان اقدر احسب لك التمبريتشر التايم قصدي اللي هتاخده الوقت عشان الحراره تنزل من 60 ل 35 ديجري سيلسيوس. يبقى ده بالنسبه للايه؟ ده بالنسبه للكونديشنز اللي عندك. انا بعمل انتجريشن بيزد على ايه؟ بيزد ان يكون عندي تحت الايه تي واحد ماينس الايه ماينس ال تي. ده مثال على الفلو كالوريميتر. بقول لك ان انا عندي الفلوريت بتاع الفلويد عندك كان 4.15 وده من 0 لتمبريتشر 300 عند بريشر 3 بار كونستانت بريشر. انا ضفت له هيت بمقدار كذا اللي هو ده معناه كانه جول بير سكند. عايز يعرف لك الفلو كالوريميتر انثالبي وفي الاستيم 300 3 بار بيزد اون الاتش بيس في الليكويد كذا. فبيزد عليه انا قلت لك ان ده بيحصل عند كونستانت بريشر، وبالتالي ان الدلتا اتش بتساوي كام؟ ده بتساوي سي بي دلتا تي. من هنا اقدر احسب لك الايه؟ اقدر احسب لك الدلتا اتش. لا الدلتا اتش انا عندي انها بتساوي الكيو، هو عايز يعرف لك الانثالبي كالكوليت انثالبي اوف الاستيم ات كذا. انا عندي الدلتا اتش بتساوي الكيو اللي بتساوي 12740 واط اللي هو الايه جول بير سكند. وبالتالي انا عندي الدلتا اتش هتساوي ال 12740 ده الجول بير سكند على الفلوريت اللي داخل عندك ال 4.15 جرام بير سكند، هيطلع لك فاليو جول بير جرام. وانا قلت لك ان الاتش 1 بتساوي 0، وبالتالي الاتش 2 هتساوي كام؟ هتساوي الفاليو دي ماينس الايه ماينس 0. يبقى ده جبت لك الانثالبي عند الايه؟ عند الستيت الثانيه عند السكند انثالبي اوف ذا ستيم ات كذا. عايز احسب لك الانثالبي اوف الايه اوف الستيم. وبكده يكون خلصنا الشابتر 1 في الكتاب. احنا دلوقتي بكده وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اتكلمنا على الانترنال انرجي، اتكلمنا على الفيرست لو اوف ثيرموداينامك، واتكلمنا اهم حاجه اهم قانونين هنحتاجهم بعد كده كتير اللي هو ليه؟ ان هو الانترنال انرجي بيساوي كام؟ بيساوي الدي كيو، خلينا نكتبها في الدريفاتيف فورم، بلس الدي دبليو. ان الدي دبليو ده بيساوي كام؟ ماينس البي دي في، ده من الفي 1 للفي 2. وان الدلتا اتش بتساوي ال دي ال يو بلس ال بي في، معناها بتساوي كام؟ ال دي يو بلس ال بي دي في بلس ال في دي بي. فكده دول القوانين انا عايز ارجع بهنا اجيبهم ايه؟ ان دول اهم قوانين اوتبوت يكونوا خارجين معانا من المعادله هنا. دول كده ان انا عندي ان الدي يو بتساوي ال دي كيو بلس ال دي دبليو، معناها بتساوي ال دي كيوب ماينس ال بي دي في، ده بالنسبة لي ال دي يو، ادي قانون. والقانون التاني عندك ان ال اتش بتساوي ال يو بلس ال بي في، وبالتالي ال دي اتش بتساوي كام؟ بتساوي ال دي يو بلس ال بي دي في بلس ال في دي بي، وده تاني قانون عندك. حلو كلام. انا عندي ات كونستانت فوليوم انا عندي ان الدلتا اتش بتساوي كام؟ سوري الدلتا يو بتساوي السي في دلتا تي. ومن عند الكونستنت فوليوم اقدر احسب لك ان الدلتا اتش بتساوي كام؟ بتساوي الدلتا يو ماينس البي سوري بلس البي دلتا في. ده عند ات كونستنت فوليوم. ات كونستنت فوليوم ات كونستنت فوليوم البي دي في بتساوي 0، فبالتالي دي بتساوي دي كيو،
والـ H بتساوي الـ VdP. الـ VdP at constant pressure، قلنا إن أنا عندي إن ليه؟ إن أنا عندك إن الـ إن الدلتا H بتساوي الـ DQ، وبالتالي إن الـ DU بقدر أحسبها إنها بتساوي الدلتا H ماينس الـ A ماينس الـ D في الـ B في الـ V. دي القوانين المهمة اللي أنا بحتاجها، وإن أنا عندي أي ريل بروسيس لازم أقسمها، بقسمها لي يا إما constant pressure يا إما constant volume، وبيزد عليهم أنا بحسب ليه؟ بحسب الدلتا U والدلتا H عندك، وبالتالي أقدر أحسب الـ QV الورك بتاع السيستم. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. أتمنى يكون يعني يفيدكم ويفيدني، وربنا يجعله في يعني يتقبل ويجعله خالص توجه. ولو في اي حد عنده سؤال او اي حاجة يكتب في التعليقات. وبرضو الفيديو ده كتذكرة ليا وتذكرة ليكم بالحاجات دي، ان ساعات الواحد بيبقى محتاج يرجع يفتكر حاجة ما كانش فاكرها قبل كده، مرت عليه وشافها بس نساها. فالفيديوهات دي برضو بتبقى مفيدة ليا ومفيدة ليكم. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.